كيتسقسيها؟ نعم كيتسقسا ماشي بطاطاش كيتسقسيها. دا شو سيدي الختاني دا شو ولا امشي ولا المستقبل الحراكي شاكيني راه كاين ثورة يلها هكا تفغناك يبدا يستقبل في بعضك الجو. نعم استقبل في بعضك المسلية استقبل في بعض المسلية يلها هكا كاين تفغني مثلا سجاد هو كنا تسمشتين بلي أربعة قيل الحكومي كاين داين فراتيد والفرين والو الاثنين ذو غوري دسنا لتمور وبصح انشتاقي واحد سودي تا هو لا كوني نبغى اوافن امدانا ياك يتامن نستو بدوز وإذا اللي قال لنا خاطر حريشه مقرنه برا يكفرنا كي غادي يقارن ذيك فرني ما كذايا نبغى لو كان وافن امدانا كي ما تيلا وين ما دير كازن نسدو كل نافوذ نسن لقيون موسو يواكني ندفكن ثمو غلي نسن ذا شو ندوني يبغى نزكا امشي رانا وضر غورس لكوني شغل لاقي نقدش يا كان ريس نخدم ديون وموسو نسمايس لا كورديناسيون ناسيونال بور ان كونغري بور لا سيتويان ذا شو تقلا ريس ساول ديم ذا نلاقي ايماجداين انسدو كل الراي النغ كنا نخدم يوث لا بلاتفورم ادن في كذي يستمو غلي النغ اروز كان لزاي ام كان ادن فاقسي الدولة العسكراجي ام كون غلي ولا ذي الدولة نيكو مرضى غني وقي الى قلا ترانزيشون ديموكراتيك اتيلي اتيلي ذا غني ام بروسيسوس كونستيتوان غي ناسمبلي كونستيتوان من بعد ذا شو ندولي نبغات نخدم نكوني لانت ربعة ثلوفة ونزميرا راه انجسيك سنت ولا ذيوث الى خذا مورثاكي الى قصلا ريجوناليزاسيون هاد فرسي الدوله غير تجاني روميه تالو في تيسنات الى قرقازا وتمطوط هذي لين ازرفان نسن كيف كيف سي ليغاليتي توتال تيس ثلاثة ذاين يعني الدين او السرثيث تا سرثيث نم الدنيا الدين مكل يوم جرس ضربي إلا قدين هذه أخر ويسوى سخدم ما راك تسرفي بس محضي كاع ميا الما يسوى سخدم الدين اللي تسار السرسي يتاوي دي ذما كي نسلي هذا كي راك مثلا على كل حاجة دي جون دي جون مخريث تقارن دولة حرشية إسلامية علاش هادي هذاك الشيء علاش تنطر لكم ريبونس يعني كي يعني سيدي تهضر سيدي بروفوكاسيون سيدي بروفوكاسيون سي لور دروا تهضر مي كتي دا شو دير الراي كتيني فوالا لا ذو راي مثلا اني لا قد خدمنا لا غنس ثاكر ولايا كي 2019 سيد غرند القرايه امشي على سيد غرند القرايه غاتسمقوا لدا شو دي سوثر وكذو ذاك يدي فغنا روبري كيرا دي سوثر وكذو ذاك ذاين يعني نثوكذو ثودي غلي وراك قني ودي غلي ورا قني لقديش النار سكسلين وستين لقديش مولان النار نوطامون لا ولاية طرواس مقفل نار الباطلني يصار ندي 62 لقديش نيك تكميل انا لا ميتا في سوثن 80 الميدي سكواسن 90 لا لوت انتي تيروريست لا لوت كونتر لو بوفوار ميليتير تيكياك يدي جوج هنا الميد في كانتا موسو ياكي نتيكرا ولا نزوج 2019 اوافني من الناس خدمنا لا غنسن الى ان نعيش ذي الجزائر اي قبل لك والراويس ولا خلاص القرواقي ذواقي باش كني الجزائر تقبل ياك والراويس الى قنخذو يوسقدش اللي بايونيت تاكل لي كلاشنيكوف دي السرتيت الى قنسقدش راه دا غني ربي دي السرتيت ربي من الدنيا تا سرتيت كشيني تساعد افريدي كي تساعد افريدي ذو كيف هاك دينا غيك تكمل ثالو في تيس ربعه الى قيم سلايين هذه لينت كيف كيف نسنت يزر فنسنت اي ناس دفكني ثاقا دفكنا ثاقا اذا لسان كيم ثليه هذه لين كيف كيف نسنت ساقين اذا الزاير يكزمرنا تجوج لو كان نسيو نخدم اين كد النيغا كاقي يا خالص سوالي مثورة ثمور تنطر مليح وبصح ذي 5 سنين اتيت جفر نوال راويس ادو غلا دي فرار قال الجناس خطر الجزائر 19 نسعايا 19 قل مزيني قغران 19 قل مزيني قغران وقاذا قين سعادي برا ذي مليان ذا الجناس اقدشنا في الجناس لو كان ازكا هذا وخر العسكراجي وان وخر اسخضضاقين السياسة الدين او كل السياسة العسكر
أدوغال ندعون أنت مرتقين ذي خمسة يسقواسنا أدوغال سي لا بروميار بويسونس دافريك ذالوف ذاكي ناسيوناليتي ذاكي ستون ديفرسيون ذالوف ذاكي لا ناسيوناليتي إلا قاسنيني إمذانن ثلا لا بوليس بوليتيك ذاين تسنمي أكو ذي ثمرتقي لا بوليس بوليتيك تسقذاش ثيلوفا غاكاكي ذكوين يعني انا نراكي بوال لا كومينيكاسيون يوكني مذنن هذا شغل ثاكي تتواخذ مد داكني مذنن هذا تون لا تورتور نيفيد السثور مذنن عذبن الى قد توعقب تتواخذ مد ثاكي تنتوسيس ورزمرنا راه هذاك السن امشي تخدم التورا ادني نستخدم العقولنا هذاك السن تورا ذاكي كان يوقد يفغنا كياكل وفريد اش قارن وثند الوحده الوطنيه سنكسن لا ناسيوناليتي سنه الثانوي اذن تفنديرو بلانا اذن تقرنا الجناس انا والجنس كي قبل الراوي ايش بايا ربي ثاقي ذاك الخكان وتواس خدم راه وقاد يسعى الجنسيه الاصليه ولاش الجنس دي الدونيتي تتكسن لان الجناس يتكسن الجنسيه المكتسبه سي تادير ادي لو باغ اكزومبل ذا ليباني كرنداز دايري أتخدم الحاجة أتخدم على طمور ثني كيف كان الجنسية أكسن الجنسية أكعقبنا أكسن الجنسية ما تساقد أكسن الجنسية يوراو للزاير ثاقي كان ذني ثني غاري موارس وكسن الجنسية يرنا ثني زراني ما نسنسعنا كون دارا روحا أسمي غاردي أوض الوقت أدفكن لحكم شو قادر ولنا كل الجناس ني يمقدش ناكل سعال الجنسية درون بلاس مون ما تبعض المسلسة عرفت المسلسة ثورة هدر تستعرف عاود تستعرف واش رايك واش رايك في هذه المعلومة تاع النزع الجنسية يعني واش تخمم انت ياك أنا نظن أنه هذه برك لإلهاء الرأي العام الوطني والوطني سواء داخل البلاد ولا خارج البلاد ما كانش منها ما كانش جنس اللي ينحي الجنسية الأصلية لولادو هذا مستحيل وين رايح تديهم كي تنحي لهم الجنسية الأصلية نتاعهم أما الجنسية المكتسبة كاين جناس اللي ينحيوها مثلا يكون واحد أجنبي فرنسي ولا مثلا لبناني تعطي له الجنسية إلى خدع البلاد كاين بلدان وين العدالة تأمر تتنحالوا الجنسية نتاعو هذا ما كان إذن هذه برك لإلهاء الرأي العام الوطني على قضية التحقيق في استعمال التعذيب داخل المحافظات والثكنات نتاع قوات الأمن حبيو يلهيو الرأي العام يبعدوه الجزائريين ما كان له كاع نجاوبوهم على قضية الجنسية هذه لازم نقعدوا في مطلب واحد لازم مرحلة انتقالية مستقلة من النظام لازم مسار تأسيسي ما تقدرش تروح الانتخابات مثلا اليوم بل الترسانة هذه نتاعهم لا ديمقراطية الترسانة هذه نتاع الشرطة السياسية باش تروح الانتخابات لازم الشرطة السياسية تتنحى لازم القوانين المضادة للحريات العمومية ولا الحريات الفردية تتنحى وتتعاود هذا الشيء اللي خلينا ماناش قابلين بمسار انتخابي رايح يكون مزيف كما الاولين كل ما تلعب مع هذا النظام حتى لو كان يجي الشعب كامل يصوت معك رايح النتائج تعرفوها بالكل راكم شفتوا من التسعينات لهنا من 1995 لهنا كيفاش كانوا يتصرفوا في النتائج نتاع الانتخابات حتى ولو عندك أصوات ولا هذيك الفكرة نتاع نجيبوا ناس من الحراك نقدموهم كمترشحين ما كانش منها رايحين يديو نتوحهم خاطش عندهم نتوحهم متسوسين داخل الحراك يديوهم الاخرين يخليوهم برا إذن الشعب لازم يقدر يقعد متوحد حول مطلب المرحلة الانتقالية المستقلة حول مطلب إعادة تأسيس مرحلة إعادة تأسيس احنا نطلبوا احنا من الناس اللي يناديوا لمجلس تأسيسي سيد الشعب هو اللي يصوت من بعد ما نحيوا القوانين هذه المشموتة والشرطة السياسية الشعب هو اللي يصوت على الممثلين تاعو باش يديروا له دستور جديد كما يحبوا الخطر يتفاوضوا بيناتهم الممثلين تاعو يديروا له دستور ديمقراطي حقيقي صح دوك قبل هذه
بالقليل كنت هضرت لي على القبيلية على الشعارات الإسلامية والدولة الحرشية الإسلامية، قلت لي هضرت لي على أمة ثانية عبروا كما يحبوا، هذا هو الحراك. دوك انت رايك واش تخمم في هذه الحراك؟ الحراك راهو عنده تركيب متعدد، على بها اللي ما نقدروش ننظموا الحراك، يعني الناس اللي تنادي لتنظيم الحراك هذا مستحيل، لان الحراك عنده تركيبه ايديولوجيه تعدديه. درك هذا الناس يعيطوا دوله اسلاميه، هذا برنامج نتاعهم، ولكن انا شخصيا انا ضد دوله قائمه على الدين، لانه الدوله ما تقومش على الدين. كل ما نخلطوا بالدين مع السياسه يسيل الدم، والمثل الامثله موجوده منذ افغانستان حتى العراق حتى الدعش والى اخره وحتى الجزائر في التسعينات، الامثله موجوده، يعني اللي تنصح الانسان يبتعد من توظيف الدين في السياسه، لانه الله للجميع، السياسه كل واحد وطريق نتاعو، هذا هو يعني الحل الوحيد نورمالمون باش نديروا الدوله الديمقراطيه اللي ما تسيسش الدين، ما تدخلش. سامحني كمل يعطيك، ما تسيسش الدين فقط. اما الحل الحقيقي، قلت لي كما قلت لي قبيله كي هضرت لي بالقبيليه، قلت لي يا ترى يكفي، يا ترى راك من السرور من عوده الحراك. انا من السرور من عوده الحراك، انا من السرور من وحده الشعب الجزائري باش يطلب الخروج من النظام الشمولي هذا اللي رانا فيه، ولكن الخروج هذا نتاع الجمعه ولا نتاع ثلاثه ولا نتاع الحد برا ما يكفيش، لازم كل واحد ينظم نفسه. والتنظيم هذا ما يجيش تنظيم تعددي، ما تقدرش تنظم حراك. انا ما نقدرش نتنظم مع واحد اللي ما عندوش نفس الاتجاه كيما انايا، لازم الاتجاهات تتنظم. ما تتنظمش خاطرش كاين واحد يقول لك هذو اللي يعيطوا الاتجاهات السياسيه تتنظم، المواطنين حسب الاتجاهات نتاعهم يتنظموا، حابين يقسموا الحراك. لا لا، ما كاش منها. انا ننظم نفسي ماشي ضدك، ننظم نفسي دابور باش يكون عندي صوت، باش تكون عندي لائحة نقدمها. انت من جهتك تيار معادل، تيار نتاعي معليش، معاكس ولا معاد معليش، نظم نفسك وقدم الأطروحة نتاعك، وكي نتنظموا يكون عندنا الشرعية باش كل واحد يهضر باسم التيار نتاعه، لأنه هنايا حتى أنا ما عنديش شرعية باش نهضر باسم الديمقراطية. الناس اللي يقولك إسلاميين هنا ما عندهمش شرعية باش يهضروا باسم الإسلاميين، غير إلا نظموا نفوسهم ديك الساعة يكون حوار ويكون حل إن شاء الله. وشكرا. قبل ما نرجع ليك سيد، كان قلت كلمه على العالم بكل احتراماتي لسيد بطاطاش، انا راح نزيد طرحت عليه زوج سؤالات رايح نجاوب عليهم. انا يعني على حسب فكري، على حسب امري، نهضر تروالون. اولا قلت له بالنسبه للحراشيين يقولوا اسلاميه ودوده، لا واش معنى ماشي يعني هذا حراك، هو تراهي هذا حراك، سي موفمون ريفولوسيونير. تعرف واش معنى موفمون ريفولوسيونير؟ لالجيري تنار كونسيان قوس قزح، تسيل بانصار في الوان، في بلوس سات كولور، توت لي كولور مرحبا بيهم، يعبر واش يحب. المهم سان الجيريان جزائري او دوزيام افير، يقتلوا الجنسيه، هادو اللي يحبوا ينحيوا الجنسيه ما يقدروش ينحيوها، هما الجنسيه تاعهم فلاك ادونتيتي، حنا الجنسيه راهي في الجان تاعنا، راهي في الدم تاعنا. صح. السلام عليكم. بارك الله فيك السيد. السلام عليكم السيد. باش نجاوبك على السيد اللي كان يتكلم النقد ولا حاجه. بيان سور. واش رايك في الجيري اي ديفيرس؟ الجيري اي ديفيرس. فوالا، كولتيرالمون، ايديولوجيكمون، راسيالمون، عندنا دوطر، عندنا بليزيور لونغ، عندنا بليزيور كولتور، اوني ديفيرس. سكي فو روتونير بلي لو بوبل الجيريان 75% تحت 30 سنه. دوكا القوى العالميه دوكا خلاص هذيك تاع نقعدوا نضربوا بيناتنا، باسكو انا بور موا رايي الشخصي جميع اكتويلمون افيك تو سكي سباس سوا بوليتيكمون سوا سوسيولوجيكمون سوا نيمبورت كو، انا بور موا نيمبورت كال بوان كي فا
diviser les Algériens, et je pense que c'est anti-l'Hirak et c'est un mouvement anti-populaire. هاد الشيء هذا يستعملوه في التظاهرات المضاده اللي هي تقسم الشعب، واذا تقسم الشعب ما حتجيب حتى مطلب، وحا الشعب يقعد يتضارب في بعضه ونقعدوا نضيعوا سنين وسنين ونضيعوا هذه الفرصه والفرصه تاع الاجيال اللي جايه نقعدوا نقسموا في بعضنا. انا بور موا سكيلا دي جو سوي داكور جو سوي با داكور باسكو لوي بالك عنده ان بوينت فيو اللي نحترمه وانا عندي بوينت فيو هو يحترمه وجميع واحد في الجزائر عنده بوينت فيو ويحترمه. سكي فور روتينير سي كو مينتينون اوني دون ان مومون وين لازم الشعب يتحد. دوكا سوا يكون اسلامي ولا علماني ولا اونسيان فيس ولا عنده ار سي دي ولا افلان ولا افلان معليش اراندي معليش جامي تبنات الدول جامي تبنات الدول في تاريخ لي ريفولوسيون جامي تبنات الدولة بال كيما يقولوا لا فونجونس. حنا اوني با لا بور سو فونجي حنا اوني اون نوفيل جينيراسيون كي فو كونستروير ان بيي ديموكرات pour construire le pays démocrate استئصال والغاء الراي الاخر. هذا من ممارسات اللي كانت تمارس فيه الدوله من 62 من الحزب الواحد ومن بعد التكتلات اللي صارت من بعد. الان باش يتكرياو تكتلات جديده داخل الحراك اللي حتقسم الشعب هذا ماشي يخدم الشعب. الان حوسوا على اون بلاتفورم كومون. لا بلاتفورم هذه كومون راح تكون من الاسلامي والعلماني والتركي والنيلي والشاوي والقبيلي والعربي وكاع اطياف المجتمع. المهم لا بلاتفورم كومون تاع يا ودي لازم تكون ديمقراطيه. من بعد كي تكون كاينه ديمقراطيه جميع واحد عنده ايديولوجيه ولا عنده ان بروشي سواء سلطوي ولا ان بروشي نيمبورت كال بروجي يا خويا الصندوق يقسم بين الشعب. انت فوطي انت اسلامي يفوطيو عليك الاسلاميين انت علماني يفوطيو عليك العلمانيين واحد ما يقصي الاخر وكاع نكونو خاوه شعب واحد وخطونا من التقسيمات باسكو كاين ناس داخل الحراك راهم يقسموا في الحراك وهذا يخدم. كاين دي جون ناس يقولوا بلي التسعينيات نظام استعمل الاسلاميين قال الحزب تاعهم بعد القسمه باش دار توقف واستمر في الحكم. كان دي جون يقول هكذا شفت مع الناس العيش قال لك هما سبب سوا ديزون تاع خرجوا نديروا دوله اسلاميه نظام القاع السبب باش يقضي على الديمقراطيه على وبعد استمر. شوف من انا واش نعرف انا جو سوي جون انا ما حضرتش التسعينات انا في التسعينات كنت صغير. سكي فور تونيل اللي الدوله الجزائريه منذ التاسيس ديالها منذ الانقلاب الاول على الحكومه الجزائريه المؤقته منذ الانقلاب الثاني على بن بلة ومن بعدها للرؤساء اللي تختاروا من 62 لهنايا ما اختارهم الشعب من 62 لهنايا الشعب ايتي توجور جيري كوم اون موت انكونسيونت كي ني بو با شوازير سون سور كي ني بو با ديسيدي دو سون سور. لي جون كي اون ديسيدي انسي اوجوردي عندهم دي بوست وعندهم نفوذ وكاين ناس اللي خرجوا من السلطه مي مازال عندهم نفوذ. الان الشعب الجزائري الحق وقت باسكو والله العلي والعظيم ولو كان الجزائر ما توقفش انترنومون دوكا اوجوردي لو كان ما نوقفوش على رجلينا والشعب ما يتوحد باسكو سي شوف اوني اوبليجي سي كان باساج اوبليجي لازم نتحد يحب ولا ما يحبوش الشعب لازم يتحد. وعلاش باسكو اوجوردي افيك تو سكي سباس بين الماريكان ولاشين وفرنسا والقوى اللي راهي تتصارع مع لا كريس اوكونومي qui a été créé par le corona. C'est pas aujourd'hui. L'impact sera après 2-3 ans. L'Algérie, من هذاك الوقت اللي تقعد عندنا اقتصاد ريع وما كاش حرية التعبير وما كاش ديمقراطية واللي سيليت لو بوف با كومونيكي ولا لو بوف با دوني لور افي لو بلو ليبرمون بوسيبل وما يكونش كاين قمع والله العلي العظيم ونكملوا
في هذا النظام الجزائر راهي رايحه للخراب. حنا مانيش حابين نقسموا الجزائر ومانيش حابين نكسروا البلاد او كونترير اون فو لا كونستوير. هما يحبوا البلاد، انا تبون تبون تبون، هذا نداء موجه تبون تبون. تسحب البلاد يا سيدي، بلادك ما انت جزائري انا ما نحيها لكش كيما انت ما تنحيهاليش. انا جزائري، انا جي مون افي، انا جي مون اوبينيون، جي ما فاصون دو فوار لي شوز. اي جو سويس الجيريان اي جي لو دروات لو فير كوم فو سافي لو دروات لو فير. اوجوردي انا جو سوي با فيني pour se venger ou pour exclure n'importe quelle personne. C'est vrai qu'on ne va pas, c'est-à-dire me dire au vote ou là, nous marcher au fil, le massacre, parce que de même cache la démocratie, tout ce qui se passe c'est anticonstitutionnel. Ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que le peuple doit s'unir pour créer une plateforme commune, n'exclure personne, parce que si on commence l'exclusion, on est exclué, ou elle est exclué, on est exclué, ou elle est exclué, ou on est exclué, ou on est exclué, ou on est exclué, ou on est exclué. لا كريز ايكونوميك الجيري كلينا دراهم تاع واش كانوا متبخرين. رانا رايحين ليجيتيمون، ما كاش باغيت ماجيك وما كاش المعجزات. المعجزات خلاص سيدنا محمد، واخر معجزه هي القران الكريم. اجوردي لازم الجيري تقوم على قيم ديمقراطيه، ما كاش ليكسكلوزيون، وين الشعب كومبلي يتحد باش يخير ممثليه من ليليت. ليليت هي اللي راهي رايحه تقود القاطره الاماميه تاع هذا الشعب اللي هو قطار، والبلاد هي قطار، والقطره الاماميه هي اللي زيلت على الفافل. فيسك لي زيليت مازال ما يقدروش يتكلموا وينشطوا بلا 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 تجريح وبلا وسمو. يقول كل واحد فاش فاش قضيه رشاد. كيفاش رشاد؟ رشاد سي تان موفمون كون ريسبكت اي لوي اي ريسبكت لي زوتر موفمون. انا جام انا شوف انا جو سوي با اسلاميست، جو سوي با رشاديست، جو سوي با علماني، جو سوي با انا جو سوي زان الجيريان بوان بار. الجيريان اجوردي شو يحوس؟ ماهوش يحوس رشاد ولا ماشي رشاد ولا علمانيين ولا اسلاميين ولا كدايا. رانا حايفين الجزائر تكون ديمقراطيه، وبعد رشاد يحبوا يجوا ولا كاين ممثلين ديالهم ولا ممثلين قدم يحبوا ينشطوا. بيرسون ليكسكلي بيرسون. الصراع صراع ولا حيت الدار؟ ماشي حيت الدار في الشارع بين الايديولوجيات، باسكو اذا الصراع صرا في الشارع بين الايديولوجيات قدم قبل ما تكون دولة العدل والقانون، راهو رايح التنفيذ ترى والشعب راح يعاود يتقسم. والله العلي العظيم ما ندو الاستقلال الديمقراطي. الان رشاد وبا رشاد اجوردي بلاتفورم كومين اللي هي الديمقراطيه، فاهم؟ ومن بعد كي تكون كاينه الديمقراطيه رشاد يفوطيو عليها اللي يحبوا رشاد وما تنحيها لهمش، والعلماني يفوطيو على العلمانيه، واللي كل واحد يحب يفوطي على واش يحب. انا تانيت جو فوطري سور دي بيرسون، جو ندون ريبون مون افي باش ما نشخصوش الحوار. انا نتكلم من الفوق جينيرالمون باش الحوار ديالي باش هذا الكلام ديالي يقيس كاع الاطياف تاع المجتمع وكاع الايديولوجيات. لازم الشعب يتوحد، ما نتوحدوش يورا كيما يقول لك اي تحمد قالها ابري اون فوري لانديبوندونس. يقول لك لانديبوندونس كونفيسكي، اي سي فري لانديبوندونس ا ايتي كونفيسكي. اجوردي الحراك فا ايتي كونفيسكي سي اون كونتينيو ا اكسكلور لي جون اي سي اون كونتينيو. هاد الخطاب هذايا تاع انا نقصي فلان ونخون فلان والاخر يخون فلان. انا نحب امير ديزاد وزيتون ونحبهم كاع ايتيكا. وانا انا باريكزومبل امير ديزاد انا امير ديزاد نتحيلو، ولكن امير ديزاد انا بور موا سي مون افي بيرسونيل اونكور بلو. انا امير ديزاد بالك يغلط في امور وهذا سي نورمال، ما يقدرش يكون راسول وما يغلط في امور. انا متفق معاه في امور. السياسه ما فيهاش حب وكره، ما فيهاش حب وكره، فيها مواقف. انا فلان عطى موقف الفلاني متوافق معاه، ما عطى الموقف ماشي الفلاني ما توقفش معاه. هذا ما كان غدوه من غدوه كيجي اني لوت بارتي يعطي سون بروغراف متفق مع هاد البارتي في حاجات مختلف معاهم، سي تو في نورمال. الاختلاف نعمه، الاختلاف جامي كان كونتر الشعوب، الاختلاف نعمه. حنا اوني ديفيرس. بارك الله فيك، يعطيك الصحه.